السلام عليكم، مساء الخير، مرحبا بنا عندكم. شكرا لك سعيدة، الله يبارك فيك. شنو يمكن لك تقولي لنا على بالنسبة للدورة ديال المهرجان ديال مهاجر اللي أول نسخة ديالو بالاسم ديالك؟ وهذا شرف لي، أنا فرحانة فرحة كبيرة، وكنشكر الإدارة ديال مجموعة المشاهد اللي فكرت فيا وغادي تعطيني تقدم لي هاد التكريم في الدورة الأولى، وأنا فرحانة. أنتي من المؤسسين ديال فرقة المشاهد، شنو يمكن لك تقولي لنا على الغيرة ديالك وشنو اللي تغير في فرقة المشاهد من الأول على دابا؟ طبيعة الحال من الناس اللي أسسوا المشاهد، أنا والشريف وولاد الباهيري والأستاذ محمد البختي والأستاذ بولمان. كنا خويا الأستاذ محمد باطما؟ لا، محمد باطما جا لقى المجموعة مؤسسة، جا لقى المجموعة مؤسسة. يعني اللي تغير في المشاهد، ماشي غير المشاهد اللي تغير، العالم كله تغير. المشاهد ما تغير فيها حتى شي حاجه، الا والناس اللي ماتوا الله يرحمهم، وجبنا شباب اخرين باش يهزوا معنا المشعل. يعني انت معروف عليك الدفاع والسمات ديالك من اجل مجموعه المشاهد، شنو علاش انت الغيره كامله على مجموعه المشاهد؟ يوم طبيعه الحال واحد الحاجه، مجموعه المشاهد انا كنعتبرها بحال شي ام بيبي اللي تزاد على يديا. يعني كبير ارتباط وثيق. عندي واحد ارتباط كبير 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 بزاف، وتنازلت بزاف وصبرت بزاف لاجل الاستمراريه ديال المشاهد. علاش ممكن تنور هنا بحال هاد التنازلات اللي قدمتي؟ تنازلت ماشي مع الاخوان كاملين، بعض الاخوان ديال المشاهد، عند لي بيريت المشاهد اللي بقاو، يعني كانوا تنازلات وكانوا تضحيات من الناحيه الماديه من الناحيه المعنويه لاجل الاستمراريه ديال المشاهد. وكانوا الظاهره ككل كانت بزاف، كانوا بزاف ديال التنازلات، وكانوا بزاف ديال الصبار وبزاف ديال الحوايج. شنو تقدي تعطي اكثر من هذا الشيء هذا؟ شنو؟ ايوا اللي قدرني عليه الله، الصبر. يعني الصبر ما تيعطيش الله لكل شيء، الحمد لله انا عندي هاد الميزه ديال الصبر وديال القلب الكبير، بقى كنقول لك بقى نشكر في راسي، انما انا واحد الانسانه اللي صباره ومعقوله، وكنبغي كاع الناس اللي معايا في المشاهد، اللي الفنانه كاع اللي ملتحقين بمجموعه المشاهد واللي هازين معنا دابا المشعل، كلشي يكون مزيان، كلشي يكون فرحان، كلشي يعني هذا هو الهدف ديالنا حتى في الكلام ديالنا، فهمتي؟ الكلام ديالنا رسائل وسميتو يعني كاع الناس. بطبيعه الحال الناس، الاستاذ جمال اللي تيأدي الادوار ديال سي محمد باطما خصو يكون واحد الفنان محترم، وهذا ولا اللي كيمثل السهدي ولا السي الزواق ولا كاع الاخوان خصهم نشوفهم مزيانين ومرتاحين، وحتى انا كنرتاح. وفي واحد الميزه اخرى عزيزين عليا القطط، عندي واحد الحب كبير للمشيشات ديالي، عندي ثلاثه ديال المشيشات والحمد لله. وكنت توقفت واحد العامين لكون شي اكراهات، كون شي اكراهات ما قدرتش باقي نكمل، ولكن دابا الفضل كيرجع لله سبحانه وتعالى، والاستاذ كسرى اللي هو يعني حتى هو راه صبر بزاف صراحه، حتى هو هز الحمل بزاف، ودابا عاود رجعت دابا تقريبا واحد 4 شهور هاني باش عاود باش التحقت عاود بالمجموعه. وكانت جلسه مع السي كسرى، جلسه انا وياه، قدينا بعض المسائل اللي هي في الصالح ديال المجموعه وديال سميتو، ونتمناو من الله يبقى هادشي هكا غادي مزيان.